ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الحافظ رحمه الله. إذن لم يكن يدع هؤلاء الكلمات معناه يحافظ عليها ويداوم عليها. وما هي العافية؟ السلامة من الأسقام والبلايا. وهذه الكلمة من أجمع الكلمات، لأنها تشمل السلامة من الآفات الدينية والدنيوية. فإذا قال العبد أسألك العافية في ديني، يعني ما يحصل مني معصية وفسق فجور، أسألك العافية في ديني، تسلم لي ديني من النقص، تسلم لي ديني أن أخرمه بشيء. وآفات الدنيا كثيرة، ولذلك يسأل الله العافية في الدنيا، وهذا من الجوامع. ولذلك علمه عمه: يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ محو الذنوب. محو الذنب يسمى إيش؟ عفوا. طيب، العافية، العفو والعافية، الترقي في الكمالات والسلامة من النقص في ديني ودنياي. الدنيا فيها نكبات وتنغيص معيشة، والآن كثير من الناس يشتكون ارتفاع الأسعار، غلاء الأسعار، خسائر في الأسهم. بعضهم يقول يعني نحن في ضيق ماذا نفعل، وهذا يقول يعني يسرق طاسة سيارة ولا أسطوانة غاز ويشتري كيس خبز لأولاده يغطوه في بيارة شاهي. يقول لها عندك أسهل من سرقة أسطوانة غاز وطاسة كفر سيارة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وتنغيص المعيشة وأن الواحد ما يكفي الراتب آخر الشهر، هذا من تنغيص المعيشة. والأذكار هذه لها معنى ولها مدلول، وفيها تحقق موعود من الله إذا الواحد قالها بإيمان ويقين وواظب عليها. هنالك أسقام في الدنيا وأمراض، ثم قال أستر عوراتي يعني عيوبي وتقصيري، وآمن روعاتي فزعاتي وخوفي، ارفع عني الخوف. وجمع بين عورات وروعات إشارة إلى كثرتهما، ما قال عورتي وروعتي، عوراتي وروعاتي. اللهم احفظني ادفع عني البلاء. وذكر الجهات الست: الأمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. ومن أين ستأتي المصيبة إلا من جهة من هذه الجهات؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، لأن الذي يأتي من تحت هذا من الآفات الرديئة جدا. قال بعضهم الخسف، زلزال، اغتيال مع خدعة. قال بعضهم في تعريفه اغتال من تحتي أن يقتل في موضع لا يراه فيه أحد، يؤخذ على حين غرة
وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار. وقال سهيل راوي الحديث، شوف التربية الإسلامية في البيوت، قال سهيل، سهيل بن أبي صالح من السلف الصالح، لأن أباه أبو صالح من كبار المحدثين والعلماء والتابعين الأخذين عن أبي هريرة. فسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، الأهل في البيت، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم بنت صغيرة فلم تجد لها وجعا، حفظوها في البيت للكبير والصغير. ففي بنت لدغتها عقرب وما وجدت لها وجعا. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون.